هاد الوقفة كانت نتيجة واحد التراجع نتاع السيد مدير المطار على واحد المكتسب نقابي اللي كانوا كيتمتعوا به اخواننا والمتجلي في واحد الانخراط شهري. وهاد التراجع هذا حل واحد الباب المغالطات كبير بين شي قطاع بين قطاعنا وقطاعات واحد اخرين على عدم قانونية تواجد مهنيين في مطار فاس السايس من اجل تسليم سياراتهم للزبائن الذين قاموا بحجوزات مسبقة. وهو الشيء اللي طرحنا هذا السؤال على واش من حقنا القانوني نتواجدوا ولا لا في واحد الاجتماع اللي كان عندنا في الاسبوع المنصرم اللي عقدناه مع السيد وزير النقل واللي اكد فيه السيد كاتب العام لوزاره النقل بالقانونيه نتاع التواجد نتاعنا من اجل تسليم السيارات نتاعنا. وهنا دابا كيوقعوا بزاف المغالطات اننا باغيين واحد المكان اللي نتواجدوا به دائما او واحد المكان المرابط. حنا ما جينش هنا باش نجلسوا، حنا كنطالبوا بواحد المكان باش منين نجي ليفري السياره نتاعي ليفريها في واحد الظروف اللي هي جيده وكتراعي التطلعات الحكوميه في استقبال 20 مليون سائح وكتراعي المجهودات المولويه ولا المبادرات المولويه لاستقطاب هذه الاحداث الرياضيه العالميه اللي ما يمكنش تواكب بهذه الطريقه ديال الاشتغال اللي هاد الناس كيطلبوا منا. الحكومه كتقول لك الرقم، كيفاش انا ندير الرقمانه؟ انا عندي واحد السيت د انترنيت كيريزيرفيو فيه الكليان تاعي باش يجي لو كليون نسلم له السياره تاعي، نلقى واحد السيد ما عنده لا صفه ضبطيه لا والو يبقى يقول لك اش كدير هنا ولا يمنعك من هذا الفعل بحجه ان هذا الفعل غير قانوني. وهذا الشيء اللي ما كاينش، هذه اكبر مغالطه في هذا الشيء اللي وقع هذا الشهر هذا، مما ادى ولا هذه النقطه التي افاضت الكاس وصلتنا وصلت الاخوان تاعنا باش اننا نسطروا واحد المسلسل نضالي. كانت الحلقه الاولى فيه هي واحد الوقفه احتجاجيه، والحلقة الثانية هي هذا الاعتصام لمدة 24 ساعة وبحضور المكاتب النقابية الجهوية نتاعنا لمجموعة الجهات وعلى رأسها جهة العيون وجهة طنجة وجهة الدار البيضاء والجهة الشرقية باش يساندوا الإخوان نتاعهم خوفا من أن هذه التجربة تعمم على باقي مطارات المملكة. هذا اعتصام لمدة 24 ساعة كان الحل فيه إيجابي إن شاء الله، ذاك الشيء اللي تمنينا ما كان شيء. نحن ناويين نتصاعدوا يا بواحد المسيرة احتجاجية لمدينة الرباط لوزارة الداخلية ولا بإنزال مهني في باب وزارة الداخلية ولا باعتصام مفتوح في باب المطار هافينا، غنبقاو اعتصام مفتوح يعني غنطلعوا ما نهبطوا شيء هنا تتكون شي حاجة إيجابية. لأن أنا كي قلت لك ما يمكنش واحد القطاع كقطاع كيرأس السيارات كيساهم إيجابا في نسيج الاقتصاد الوطني بأكثر من 200 مليار سنتيم، كيوجد واحد الحاضره نتاع السيارات اللي كتعدى فيها عدد السيارات 400 سياره اللي هي كتخدم الحركيه السياحيه وهي اساس الحركيه السياحيه بعد النقل السياحي، كيفاش حنا زعما؟ وهذا مطلب عادي ومشروع. هاد الناس هادو شنو كيطلبوا؟ هاد الناس هادو كيطلبوا واحد المكان تاع تسليم السيارات نتاعهم، ما كيطلبوش فين يوقفوا، ما كيطلبوش بالمجانيه نتاع هذا الموقف، باغيين الكرامه، باغيين الاعتراف الضمني بهذا القطاع هذا. واش قطاع بهذا الحجم هذا ما يكلفش راسه المدير ولا ما يكلفش راسه المسؤول فينا على الاعتراف به؟ زعما واش هاد الناس طلبوا منك انك تخدم هم واش طلبوا منك تعطيهم شي مبادره حكوميه واش طلبوا شي اعانه؟ هاد الناس باغيين الكرامه، هاد الناس باغيين تطبيق القانون، كيسهروا على تطبيق القانون، القانون اللي ولا دفتر التحملات اللي كتاثروا وزاره النقل واللي بشهاده قلت لك السيد وزير النقل والسيد كاتب العام لوزاره النقل اننا عندنا القانونيه للتواجد في هذا المكان من اجل تسليم السيارات نتاعنا، ماشي من اجل المرابطه والتواجد بشكل دائم. التواجد ديالنا هذا النهار واحد التواجد اللي بسيط، ما كنفهمش انا علاش الاداره ديال المطار مازال كتعنت على واحد المطلب اللي هو مشروع. اننا ما طالبين شي حاجه، ما طالبين دعم، ما طالبين حتى شي حاجه، باغيين بلاكه من اداره المطار باش ما تغلطش ديك السائح اللي غادي يجي، انها بلاكه ديال لوكاسيون دو فواتور، واحد المكان مخصص لتسليم السيارات ديالنا، اللي عنده لي ريزيرفاسيون ديالو غادي يجي يقدم لي ريزيرفاسيون وغادي يعطيهم. كنا ديجا جلسنا ورينيو مع السيد مدير المطار، ودي واحد 3 موا ولا 4 شهور جلسنا معاه، كان واحد المكتسب عند الاخوان كان حقه المكتب النقابي مع المدير السابق انهم للور اللي عندنا هنايا كيكريو الطوموبيلات انهم مستافدين واحد لابونمون خيرات شهري ديال السيارات، كانوا دايرين واحد المبلغ انك فاش كيجي عندك ما عارفين الروتورات عندنا في الطوموبيل الروتورات ديال لي فواتير كيكونوا الاغلبيه مع 4 الصباح الخمسة 6 فاوتوماتيك مور ما يطلعوش ثلاثة ديال الناس باش غادي يهبطوا جوج ديال الطوموبيلات وانتم كتشوفوا المطار جي خارج على المدينة. فكان ديك لابونمون هنايا كتطلع كتشوف الطوموبيل كدير لي طادوليو ديال الطوموبيل مع ديك السائح اللي دا الطوموبيل كتعطيه لا كوسيون ديالو وكيولي هو كيمشي بحالو، انت كتخلي الطوموبيل هنايا في الباركين وكتهبط حتى للصباح كتفيق على خاطر كيكون معك حتى السيد اللي خدام معك ولا وكتطلع وتهبطوا الطوموبيلات. ولا السيد عاود فاش كطلع الطوموبيل الاغلبيه ديال الطوموبيل الاغلبيه ديال الطيار كينزلوا بالليل
عندنا طيار حتى المور 12 11 ونص 11 الوحده كاينين. داكشي كنبغيو انه في المثل نجيو فاش غادي نجيو نخدموا الخدمه ديالنا غادي تكون تخدم بروفيسيونيل. دير لنا هذا الشيء. المشكل فقط في مدينه فاس ولا هذا المشكل كاين غير في المطار ديال فاس؟ اما نورمالمون شفت في مطارات وحدين اخرين كتلقى واحد المكان مخصص لكراء السيارات. هنايا المطار ديال فاس انتم كتشوفوا ها الطوموبيلات ديال الاخوان، راه اضطروا الاخوان انهم كيصطاليو لتحت حشومه انه الطوموبيلات يبقاو في الطريق. بنادم غادي يجي جاي للمطار، ها الباركين خاوي، انتم كتشوفوا الباركين ما فيهش حتى 10% ولا 20% ديال الطوموبيلات، والطوموبيلات مسطاليه لتحت راه زعما حشومه، منكر هذا والله القصر. وقبل كان متوفر لكم في المطار ديال مدينه فاس يعني كنتوفوا؟ قبل كان متوفر الاخوان لابونمون هنايا دايرينو. اداره المطار صيفطات ميساج لا سي جي بارك على حساب لابونمون اللي كانوا دايرين الاخوان وانيلاوه ليهم. علاش الله اعلم. ودابا عاود الاشكال اللي كاين انهم انيلاوه الاخوان الشركات المحليه واحد لي ميتي ناسيونال راهم مخلي لهم لابونمون. حنايا الاجنبي نعاونوه اجنبي نعاونوه والمقاولات ديال البلاد لا نزولوا لهم لابونمون ونخليوهم تما. الميت اللي ما خلصش غادي يخلص واحد 3000 درهم ولا 4000 درهم ديال الباركين في الشهر. كلمة الأخيرة للمسؤولين ديال اللويندية والمسؤولين على الجهة والسيد والي الجهة والسيد رئيس ديال الجهة، كنقدم الكلام ديالي لهم كامل أنهم يشوفوا لنا شي حل. راه حنا مستثمرين، راه حنا ما جايينش طالبين دعم. راه تبارك الله فاس راه 300، راه فاس بوحدها راه 345 وكالة ديال كراء السيارات اللي كاينة. راه أضعف واحد راه عنده خمسة ديال السيارات، راه كاين اللي عنده 320 طوموبيل، كاين اللي عنده 400 طوموبيل. راه تبارك الله راه كنهضروا على واحد العدد محترم ديال السيارات، راه ماشي طالبين دعم ولا طالبين واحد المكان انني نخدم فيه مقنن صافي انه ينزل ديك السائح ما يضطرش انه يهضر مع شي واحد. سوي في الفلاش ديالو كراء السيارات غادي يجي يلقى الطوموبيل ديالو واجده ولعبوا العرض ديك الساعات. بنادم اللي ديباسا معاه اكثر من 3 دقائق الطوموبيل واجده الحجز ديجا دايرو لي بابي ديالو كيكونوا عندنا صافي غادي يسني كونترا غادير معاه ليطا دو ليو ديال الطوموبيل وغادي يمشي بحالته. هادشي راه في تجويد الخدمات، راه نورمالمون فين ما مشيتي في اي مطار في العالم كتلقى بحال هكا. كتلقى انه في الباركين غادي تمشي غادي تقاد المسائل ديالك، كل السائح غادي يدي الطوموبيل ديالو، انت غادي تاخذ الطوموبيل غادي تمشي بحالاتك. لوجيكمون زعما هاد الناس راه ما فهمتش انا علاش هاد التعنت الخاوي. واحد المطلب اللي بسيط ومشروع ما لا اله الا الله وصافي.